أغلبهم لا يعرفون من يحكم إيران، أن المرشد الروحي آية الله خامنئي هو صاحب القرار النهائي. لكن إيران اليوم تختلف عما كانت عليه قبل 10 سنوات، إذ تديرها قوتان، جهاز الاستخبارات الأمنية وجهاز الحرس الثوري. وتتساءل الكاتبة عن النتائج التي خلفها النظام الإيراني من جراء مشاريع وهمية تخدم النظام فقط، حيث تقول: منذ 10 سنوات ونسبة التضخم في إيران تتراوح ما بين 20 و25%، أما نسبة البطالة فإنها تتجاوز 15%. والمعروف أن طوال السنوات الست الماضيات كانت أسعار النفط مرتفعة جدا، وكان من المفروض في بلاد تنتج النفط أن تكون ناجحة اقتصاديا، لكن إيران عجزت عن ذلك. وتشير السيد الحسيني إلى تصريحات وإدعاءات النظام بأن له قدرة المناعة ويستطيع مواجهة التحديات، قائلة إن البيانات الصادرة عن الحكومة الإيرانية من أن النظام الغربي يتساقط وأن لدى إيران مناعة، هذه فكرة خاطئة، لأننا إذا نظرنا إلى إيران فإنها تعتمد كليا على تصدير النفط، والآن تقلص الطلب على النفط، ومع انخفاض سعر النفط انخفضت عائدات إيران، وإذا ظل سعر النفط منخفضا لمدة 2 سنوات فإن إيران ستتأثر، لأن لا يمكنها الحصول على المساعدات الأجنبية بسبب المقاطعة الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. وبالنسبة للمجاميع والمؤسسات الخارجية الذي يعتبر النظام الإيراني الممول الرئيسي لها، تشير الكاتبة: لم يكن هناك من دولة قادرة على فرض نفوذها في الخارج إذا كانت ضعيفة اقتصاديا. وتحت عنوان نساء الأهواز يقاومن الفاشية، بقلم الكاتب المرموق السيد داود البصري على موقع إلاف الإلكتروني، جاء فيه إن الجريمة المشتركة لنظامي طهران ودمشق في احتجاز وتسفير واعتقال المواطنة العربية الأهوازية السيدة معصومة الكعبي وأطفالها 5 تعتبر جريمة قرصنة اشتركت فيها أجهزة الاستخبارات السيئة الصيت والسمعة لنظامي دمشق وطهران. ويستمر الكاتب بالقول: ارتعب النظام الإيراني هذه المرة ليس من رجال الأهواز الذين كانوا يغضون مضاجع النظام، ففي جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم الحكومية الإيرانية ضد الشعب العربي الأهوازي. قامت السلطات الإيرانية باعتقال المواطنة العربية الأهوازية السيدة جميلة جبر من أهل مدينة السوس الأهوازية يوم 19 أكتوبر بعد مداهمة بوليسية متوحشة لمنزلها، وتم اعتقالها واقتيادها لمكان مجهول. وحول الدور الإيراني الذي يلعبه لبسط هيمنته في المنطقة عبر شعار الدين، يشير الكاتب بالقول أن راية الحرية والتحرير لن تنتكس مهما بالغ النظام الإيراني في شعوذته العقائدية وفي خداعه الأيديولوجي وفي رسائله التطمينية المخادعة لدول المنطقة. والنظام الإيراني اليوم وهو يوسع مساحات تورطه وتآمره في العراق ودول الخليج والشرق الأوسط لن يتخلى أبدا عن سياسة غمع الشعب العربي الأهوازي الذي يعاني بصمت قاتل من التجاهل التام لشعوب وحكومات المنطقة لقضيته العادلة، ويمارس النضال في أصعب الظروف. ويستصرخ الكاتب لنصرة الشعب الأهوازي مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل، قائلا إن على المجتمع الدولي والضمير العالمي التحرك بجدية لحماية الشعب الأهوازي وفك الحصار والخناق الإرهابي المفروض عليه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن الاستماع وإلى لقاء آخر. لماذا؟ لأن النظام لم يعد يتحمل أي نوع اعتراف في الداخل، لأنه الآن أصبح في مرحلة استعادة هيبته. سقوط هيبة النظام يعني سقوط النظام بأسره، وعندما تكسر هيبة أي نظام ديكتاتوري لم يبقى له شيء، ولا بد أن يسقط. لا للياس. أود أن أؤكد على نقطة: لا للياس. الجهل واليأس
هما أكبر أعداء القضية الأهوازية. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو حول المشاكل والمعوقات التي تمر بها التنظيمات والأحزاب السياسية الأهوازية، خاصة منها اللي موجودة في الخارج. ولهذا يعني تمت العديد من اللقاءات والحوارات لتوحيد الصف الأهوازي ومعالجة هذه التشتت الموجود واللي هو المطلوب من التنظيمات الأهوازية، هو الوحدة، وحدة الصف ووحدة الفكر. وأيضا هذا كان مطلوب من كافة شعبنا بالداخل، وتمت الكثير من الاتصالات والرسائل طلبوا من التنظيمات الأهوازية للوصول إلى هذه القاية، يعني اللي هم يطمحون إلها. ولهذا وتلبية لهذا الطلب اللي طلبه من عندنا الشارع الأهوازي، وخاصة الأخوة والأخوات اللي موجودين بالداخل، لهذا تمت العديد من الحوارات وتمت العديد من اللقاءات للوصول إلى هذه القاية المهمة. ولكن للأسف الشديد يعني عادة ما القسم من هذه الحوارات لم تصل إلى نتيجة مطلوبة اللي يطمح لها